لا توجد إعاقة مع الإرادة، هي الرسالة التي أرادت إيصالها طالبات جامعة حضرموت من خلال هذه الفعاليات التي أقامها فريق رفاد التطوع بمجمع الكليات بمدينة المكلا لعرض مواهبهن وإبداعاتهن من الطالبات ذوي الهمم. الفعاليات شملت ركن الرسم والكتب والإكسسوارات، إضافة إلى الطبق الخيري لدعم ورعاية المعاقين حركياً. طبعا الفعالية تتركز أساسا على ركن عرض إبداعات ومواهب ذوي القدرات الخاصة. طبعا البعض يعتقد أنهم يعني شخص ذوي إعاقة أنه شخص غير منجز أو شخص هامش في المجتمع، وهو على عكس ذلك فالأشخاص ذوي الإعاقة أحيانا قد يكونون منجزين أكثر منا. الإعاقة يعني ليست إعاقة الجسد إنما إعاقة الفكر. طبعا ريع الفعالية كاملا يرجع إلى مؤسسة جمعية الطموح الأهلية لرعاية المعاقات حركيا. الطالبة أمل الحبشي ذو 30 عاما لم تخلق معاقة، بل تعرضت لحادث مروري في طفولتها، إعاقتها لم تمنعها من المشاركة في الفعالية، فقد كان لها ركن خاص تعرض فيه أعمالها لتثبت للجميع أن الإعاقة لا تمنع الإبداع. اليوم جينا لنشارك في المعرض بأعمالنا من الصوف وتزيين بعض المخلفات البيئة، أيضا أعمال اللول، الخرز، عمل الشموع، أشياء عديدة جدا. ونشر من هنا المسؤولين الاهتمام بالمعاقين كثير جدا، عندهم يقصوا في الدعم المعنوي والدعم المادي. من رحم المعاناة يولد الإبداع، فالطالبات حرصن أن يكون المعرض متميزا على الرغم من قلة إمكانياتهن، فمثل هذه الفعاليات تسلط الضوء على فئات ذوي الهمم وتظهر إبداعاتهن ومواهبهن للمجتمع في ظل الوضع المتردي في البلاد والذي يؤثر سلبا على هذه الشريحة وأسرهم. معتز النقيب، يمن شباب، المكلا.